يمكن عندنا عشرات الروايات للكاتب الكبير، هل في روايه شايف انها ما اخذتش حقها او مساحتها على الشاشه، ما تمش تنفيذها كفيلم كانت تستحق؟ بص، في علبه من مفاتيح الصدق اتعملت زمان، حكى لي محفوظ عبد الرحمن، طبعا كاتبنا الكبير اكيد عارفينه، كاتب الدرامي محفوظ عبد الرحمن، اللي عملها سهره تقريبا، سهره تلفزيونيه، طبعا السهره التلفزيونيه دي مع الزمن مش موجوده. انا رايي ان علبه مفاتيح الصدق، لان هي بتتكلم عن فكره انك تعمل بناء، لكن انت هذا البناء مش ملوش جذور، فمع الزمن بتبقى يبقى صادق وصفيح، يعني قابل للكسر، ما عندوش قدره على الحياه. الروايه فيها المعنى العميق ده، وبالتالي ممكن تقدم مسلسل او تقدم فيلم.